طلع واحد يروح الكوفي شروم برايم بفمين لانه بغرفه الثانيه في البرنامج هو يا تلقونه في غرفه الاداره ولا في لا في غرفه في البنك وبالعاده في البنك زبادي مع زنجبيل مع كركم كركم كذا اغراض ياكلها شلون ما شاء الله لا قوه الا يعطي الصحه والعافيه خلطه بفمين وماخذها زي السبانخ حق باباي ياخذ كذا السبانخ بسم الله يجيك يورطنا حنا نتورط يجيك طال عمرك بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليه ما شاء الله ان شاء الله موجود مع ابو فمين اذا ما كان برضو مشغول مع حسين برضو كذلك انت طلبت مقطع ثاني لابراهيم ابو فمين صح؟ ايه ما اتوقع ان نرفع تاكد سلام عليكم انت دبيته في الجروب لا لا موجود ان شاء الله ابو فمين وين كنت ابراهيم؟ كنت في المطعم في المطعم شو تسوي في المطعم؟ اكل يا ابن الناس يا جعل عافية في المطعم ولا عند الموظفين كاري ودجاج و والله المطعم يشمل الكاري ويشمل الدجاج مضربها مع مطارها والله رجال عافيه الله يعافيك ايش رايك نشوف المقطع ولا حاب تسولف والله ان علومكم زين لكن نشوف المقطع الله ابراهيم ابو فمين شوف يرفض يسولف المداخل الوحيد اللي نقول مسموح لك تقول الدباجه حقتك قول الدباجه حقتك انت تقول بس يفح مسكي شكله ماكل حراق طيب شغلوا المقطع حق ابراهيم ابو فمين تعبت وتعبت فكري في تفاكيره اللي لها داع واللي ما لها داعي اللي لها في جليل الملك تذكيره في تالي الليل يوم الناس هجاعي من ضاع على الشيء لو كثرت محاسيره قد قيل ما يحيي الميت بك الناعي كم القلب انت تقول في داخله نيره ما في عرق متين وغض ما معي العب بشعر النبط وزن معاييره وزن الذهب بين متسوق وبياعي يلعب لو طرت مالك عن مقاديره ولا تقطع من الفرحة تقطاعي ربي ونرجيه مرجي واحد غيره والذي في إيده تحسين لو ضاعي أهلا بالشاعر العد الأمير إبراهيم أبو فمين الله يبقيك في حقيقة أنت من الشعراء والأبيات هذه لعبد الله بن زويب الله يغفر له ويرحمه الله يرحمه يا ربي ويسكنه فسيح جناته إبراهيم أنت من الشعراء اللي يشاد لهم البنان في ليس في البرنامج حسب في المملكة العربية السعودية أنت من عائلة شعرية تواجدك اليوم يعني معنا في البرنامج إضافة كبيرة لك ولزملائك أكيد محمد دعيرم كيف تقيم حضور إبراهيم أبو فمين كشاعر شوف في النسخة كاملة بزد رصيدك تسعة لازم أبو فمين موجود خل تقييم الشعري أنا ما أرى نفسي أني مقيم شعري أنا أشوف أن أبو فمين عنده ملكة 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 إطلاق الألقاب ترى هذه صدق ملكة والله موجودة والله صدق أو إطلاق الألقاب أو إطلاق المنشيتات عرفت حتى لو ما وراها شيء مثل وش الألقاب اللي أطلقها أنا أسميها العيار يعني أبرز الألقاب اللي أطلقها ما يحتاج شنو اللي اطلقته انت والله ولا شيء بقول المجال عندكم ما ادري انا اسالك الحين سالتك عادي جاوب مخطط اربعة انشات مخطط اربعة ولله الحمد اي شنو كم سبيكه في عاد هذه عبرت يا ابو سالم كيف عبرت هذه على راس القائم جلست 45 يوم سبائك اذا جلست 45 يوم حاسب يقول جلست 45 يوم 45 يوم حملنا لم ياتي خلف لقب السبائك الذهبيه لقب بس وجات يا كنترول بعدين انشأنا مخطط لله الحمد شوف الامور شفت هذه كلها تثبت عرفت هي ملكه ترى ما يفكر فيها يا كنترول ترى ما سواها محضر لها سواها طال عمرك زبطت راحت مع العالم الشبكه الذهبيه طال عمرك سواها وراحت مع العالم مخطط اربعه سواها وراح مع العالم يعني الرجال الملكه هذه استمر طال عمرك الله يبارك فيك ابو سالم ويطول بعمرك يعطيك علي صديقك ابراهيم ابو فمين ابو فمين يا مرحبا ابو دخيل الشاعر الجميل الرائع مشاغب صاحب المانشتات صاحب القوائم اللي تكون اياها في كل شروم اللي اشغلتنا وخنقتنا فيها ابو فمين اسعدك الله اللهم امين ارى انه يعني الوحيد اللي كان في الكونفشن روم اللي يقارعنا في الكونفشن روم على يعني راسي انا اشوف المداخلات الوحيده لابو فمين الجميله الله يطول اجمل مداخلات مداخلات بفمين صحيح ان نضغطك وانا احب اضغطك ودائما اتحدى قبل الهواء اذا في مشكله بفمين وعليه محور اجي قبل الهواء وش اقول له مع العلم ترى شو اقول له ايش اقول له اتحداك تطلع
لا يقول اذا في راسك شيء قابلنا في كم شر ومفاد معياه اطلع لي على الهواء. فهذه الكلمه تخنق بفمين فيرى ان في راسي باقي حب ما طحن فيه ايضا فيكون مضغوط ايضا ضغط زياده ايضا ابو فمين ترى انا وترك الموسى وعلي الغامدي لنا فضل كبير عليه. نعم تذكر الفضل يا الفضل تذكر اوه بس ليش هو يقول ليش الفضل لا لا سبحانه الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم لنا في هذا الموضوع قولا واحدا بس فهد ليش والله والله يا ابو محمد انا بيميني عشت واكلت وكلت كيف انتفخت او جاء او داج وسقط مغط مغط هذا مجرد تلميح صدقني ترى هذا جايبينه فيديو تبي نجيبه ابو فمين انت من نفسك لا لا نحط الفيديو خلوها على مبنى الشارع نحط الفيديو حط الفيديو يلا حط لا انت عارف الفيديو ما ادري لا الرجال نحط الفيديو حط الفيديو شير بس حط الفيديو هو هو صرح تفضل الله يا فهد يا اخي انت تبي تسبب مشاكل قبل ما نحط الفيديو ليش كنت انت مره سعيد وتشققت وكل ضروسك طلعت لما قال محمد بن دعيرم السبائك ليش كنت سعيد؟ يا أخي لأنه يعني وإبراهيم يريد أن يدفن هذا الأمر والله ما هو شوف هي طلعت هو سألني اسمحوا لي أتكلم هو سألني أنا تفضل سؤالي مو جديد أنا كنت سعيد يا أستاذ تركي أنا كنت سعيد يا أستاذ تركي قدس الله سرك لأن أبو سالم رجل يعني أبو سالم بواردي في انتقاص يعني في اقتناص الفرص في اقتناص الحاجات الدقيقة بين السطور. السبائك الذهبية كلمة كلمة حق كلمة حق قالها إبراهيم أبو أبو فمين في يوم مدلهم أسود ثبتت على هؤلاء فكانت كالمشكاة التي أنارت الطريق للجمهور. والله, والله أنهم 26 بطل نعم الله يبيض وجيه نعم 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 999 24 قيراط صدق شوف شوف المقطع الثاني لإبراهيم أبو فمين صدق حركات يا كنترول يا كنترول يا كنترول يا كنترول يا كنترول يا كنترول صاحي انت الا الا صاحي والله ما انا صاحي ما هو انت صاحي اقسم بالله ان تنفس الصعداء صدق ليش صح المقطع الثالث فميت ونجيبه ولا لا اسلم اللي هو نجيبه ولا لا لسه اليوم مفتوح اليوم مفتوح نعم ترى موجود المقطع وسهل والله انا سعيد وبسيط يمكن لاول مره سعيد بهذا المداخله جدا ليش سعيد بقوله في الختام ركز معي تبغون نجيب المقطع ولا لا اللي تبغون لا 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 ما راح نجيبه والله يا ابو دخيل حفظا للود لا لا ما دام نحفظ الود ترى ابراهيم فمين يميزه حاجه واحده اللي هي ترى بدايه البرنامج تذكرون المشكله اللي صارت لما المتسابقين ما طلعوا هواء صحيح وطلع بفمين الوحيد اللي واجه المتسابقين واجه الجمهور الوحيد اللي واجه الجمهور وكان فعلا قد التحدي وكان يعني نعم. يواجه يعني موج كامل من الجمهور والمتسابقين وممكن هذا الشيء يواجه خسارة في أبو فمين لكن واجه فيه كسب وفعلا ظهر بشكل جيد نعم. أنا فعلا أني أنا ما ماني على خطأ لا أخطيت عليك ولا شيء بس لي رأيي ولي ثبات مبادئ أني ما راح أكون معك في فكرة معينة أنا أرى أن في أنا الصح. أبو فمين أنا أتوقع أنه شخصية جميلة جدا في البرنامج يعني انبسطنا معها استنسنا معها حاولنا نمزح معها كثير في كم شروم ضغطنا كثير فيكم في الروم لكنه زي الذهب مهما عليكم زود تحكي يطلع لك مو سبيك الذهب يطلع الذهب الخالص انا اخوك عليكم زود كلمه الحق الكلمه الصريحه يعني ابو فمين على على يعني شوف الرجال مثل الجبال تكتسي وتعتري الله الحمد يقول رجال فيني سمحه والعواجه واللي بلا عوجه فلا هو برجال ما هي بعوجانا على دنات حاجه واللي سمحنا سمحت كل الاحوال. ريم ابو فمين كان له مثالب كبيره للامانه لكن يغطيها أنه كان رأساً لم يكن تبعاً لأحد. هذه مسألة عظيمة في برامج الواقع أنك تكون رأس من أصعب الأشياء صح؟ أصعب الأشياء اللي تسويها في الشاشة أن تصبح رأساً لا تبع ويكون لك رأي مستقل لا وتواجه جمهور نعم تواجه جمهور تواجه زملاء تواجه متسابقين يحاولون أن يدفعوك إلى تلك الحفر دفعاً لكن صمد ك
الجبل ثابتا في وجوههم أولئك السبائك الذي حاول إسقاطه مع العلم أن إبراهيم أبو فمين أول 34 يوم أو 44 يوم كان عائشا لوحده مقاتل. يذكرني في Game of Thrones إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ بريف هارت. لا يا شيخ مو بذا إيش اسمه سنو. سنو سنو جون سنو جون سنو الذي واجه الجيش نعم لوحده. أبو فمين من هو جون سنو؟ اسمع من هو رمزي اللي موجود ضده؟ بعد يقول أبو فمين جون سنو. أبو فمين ترضى يقولك جون سنو أنت؟ سلمت ما أدري من هو جون هذا ما أدري. لاعب تعجبني هوا السلام هوا السلام الله يبين تعجبني زين. انت الحين تقول انا اول مره ادخل عندكم سعيد دائم تدخل عندنا سعيد والله اني دائم لكن اليوم والله اني مرتاح. تسمح لي اتكلم ابو سالم ولا عندك شيء؟ ايش الادب ايش الادب الجميل انا اسمح لك ايش الادب ايش الادب الله انت ناقد طالع عمرك وانا متساب الله يا اخي يقول انا متساب طيب لو غير ابو سالم متساب كيف رجل لو في واحد والله عظيم عظيم والله العظيم طيب مو طبيعي ابراهيم ايش قلت انت؟ اقول ابو محمد الله يذكره بالخير ايش تقول قبلها ايش تقول؟ اسلم انت ايش قلت قبلها؟ اقول ما اعرف هذا شو اسمه انت تقول تسمع لي ولا ما تسمع لي؟ اي تسمح لي طال عمرك لا ابشر الله عليك الله العظيم من اللي قاري عليك يا ابراهيم؟ الكاري من؟ على عابر من؟ طيب من اللي قاري عليك؟ الكاري 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 استاذ تركي هو اللي يسمح لك ولا ما يسمح؟ تفضل والله كلهم كلنا اول شيء الحمد لله اشوف ابو سمره يسمح ولا ما ادري كلكم اخوان كبار واذا سمحتم انا اتكلم واذا ما سمحتم تفضل تفضل لا نسمح نسمح على كافه الاصوات تفضل بس ابراهيم ممكن سؤال اخير؟ تفضل بالله عليك من اللي سحب الجوال من ابو سمره؟ والله العظيم اللي سحب الجوال من ابو سمره الله يمسيه بالخير والله بغي يقوله اول شيء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد اكملنا 88 يوم في القريه الرصيديه على يعني شاشه المليار توفيق من الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر اشكر والديني اطال الله في اعمارهم على دعواتهم لي المستمرة وعلى دعمهم أخواني ربعي محبيني قبائلي الله يجزاهم خير الجزاء. إن شاء الله أني توفقت في خلال الثلاثة شهور هذه أني أطلع بالشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضي والديني ثم يجملني عندكم. من هذا المكان إذا بدر مني شيء أو زلل غير متعمد أو كلمة تعرفون ضغوط العمل والأمور وكذا يحصل فيها والله أني أقوله أنا صادق للجميع يعني أن في خاطره شيء على إبراهيم بو فمين فيبشر بالسعد ويسمحنا نعم الرجال أنتم نعم الأخوان أنتم نعم من جمعتنا به الأيام أنتم وأخوان المتسابقين كذلك والله أني كسبت أخوان وعلى مستوى الإدارة وأنتم كذلك يثنى لكم المدح والإشادة في فقرة كلام اليوم الحقيقة من أجمل الفقرات رغم ما فيها من حدة إلا أن الحدة هي يعني مقياس الرجال في هذه الحياة. أشكركم جزيل الشكر وبإذن الله أن نلتقي بكم في أماكن تليق بنا وبكم. أبو فمين أسلم أبو دخيل سؤال أخير تفضل أي مركز أنت؟ أنا المركز الأول في كل شيء بإذن الله. خلك النهائي التتويج النهائي إن شاء الله بإذن الله أن الأمور الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لا إن شاء الله أن الأمور السادس لا إن شاء الله أن المراكز اللي تليق بنا واللي تعودنا عليها بإذن الله. إيش إيش المراكز؟ الأول إن شاء الله يقول ها الأول جابتك واضح الأول بإذن الله. أين يرى إبراهيم أبو فمين نفسه من المراكز الأربع نجم الجمهور والمراكز الثلاث؟ يا ابو محمد انا واضح باذن الله ايوه فين انا واضح الوصول الى هذا الحد نجاح لا وبلاش تتويج النجاح لا تقطع الكلام وانا اخوك خلني اهرج خلني اتكلم انت تورط تورط الوصول الى هذا الحد نجاح صحيح. ما لا والله الا نجاح وتدري ان في قرارة نفسك ان هذا نجاح والله ما والله العظيم على كل طال عمرك والله العظيم ما هو نجاح طيب خلني اتكلم تفضل بحول الله وقوته ان على عادتنا باذن الله ايش هي عادة؟ عادتنا الاوائل يا ابو محمد طيب. خلقة الدنيا طيب طيب نعم طيب ابراهيم ابراهيم هذا الكلام هذه ابراهيم نعم انت تقول تفضل ابو سالم المراكز التي تليق بنا صح؟ باذن الله اذا ما اخذت مركز
اذا ما خذيت مركز والله ما هو نهايه المشوار يا طويل العمر. يعني ما تليق يعني ما تليق بك المراكز. لا 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 ما هو قصه كذا. ها انت تقول شوف يا اخي انا لوني منك يا اصرح ما اصرح. عطى واحد شوف شوف ابو سالم ابو فميل تصريح ببلاش. عطى واحد تنازل. عطى واحد دعيرم تنازل ابو فمين في مساله ان شاء الله ناخذ معناته انه مضحي بالمراكز. هو متضعف سيكون في الستيج فقط ابراهيم لا متوج ولا شيء. ابراهيم صرح ابو دخيل الله الاول ولا الثاني؟ اقول بحول الله وقوته الاول وعسانا ما نعدم ديبان الوجهي وقبائلنا من سدنا ديبان. ونعم فيك ونعم لك وبالتوفيق. صقر بلال موجود انا اقول لكم كل خير. صقر بلال موجود في الهاوس. صقر يا ليت صقر بلال يكون معنا في الكوفشن روم باسرع وقت ممكن. سؤال بوجهه نظركم من هو المتسابق اللي لما نسأله عن المركز كان واضح وصريح وقال أنا بأخذ المركز الأول؟ يعني لا زال المتسابقين حتى في ختام البرنامج عندهم تردد من أنه يعلن المنافسة أنه أنا بأخذ الأول أنا أنافس على الأول. هو الواحد ما يبغى يصرح بقوة لأنه خايف من منافسينه. طيب في 40% مادي أنا صحيح. لما أشد حيلي وأقول ترى أنا الأول معي منافس محمد دعيري معي فهد معيام ممكن هو يزيد المنافسة في المشتريات وخلاص يتغلب عليه. في واحد صرح من هو صرح بشكل واضح صرح بشكل قال أنا الأول توقع دحام لا قال أنا الأول بس طلع براي متعب ثاني في صنيع عبد الله الزهراني وياهم عبد الله الزهراني هي قال أنا الأول كل من قال الاول طلع بالله اعطونا نسيت على عبد الله لا عبد الله لا ما يحتاج اللي يضيع الكابينه ادري انه قالها بس اللي يضيع الكابينه واضح انه من وين بيجيب الاول صقر جاء صقر اعلمك شيء سياتي بال